أهلا بكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج هنا بيروت. كيف يبدو المشهد السياسي والرئاسي تحديدا، بالإضافة طبعا إلى المشهد المالي مع تقرير صندوق النقد الدولي وتقرير للتدقيق الجنائي يلي عملته ألفاريز. اليوم ضيفي، أهلا وسهلا فيك، النائب السابق آدي معلوف. فيك وبالمشاهدين. أهلا فيك. معك يعني بدنا نحكي شوي عن موقف التيار الوطني الحرية لليوم، كيفية للمجلس السياسي كمان موقف بخصوص الانتخابات الرئاسية ومسألة الحوار، وطبعا بدنا نحكي بعدد من العناوين. في كلمة اليوم للرئيس ميشيل عون، صح، مقابلة للرئيس ميشيل عون، صح. هو بده يطلع يحكي تحديدا تزامنا مع ملف التدقيق الجنائي، صح؟ 100%. وتقرير صندوق النقد 100%. اليوم شو رح تعملوا من إجراءات بهذه المعركة؟ بعرف أنه أنتم بتطلعوا عم بتطالبوا، وشفت تغريداتك أنت وكل فريقك السياسي، كل جزء ما بعرف كل كل إن شاء الله. أوكي. كل فريقك السياسي حول هذا الموضوع، بس اليوم في اعتراضات على دور رئيس لجنة المال والموازنة أنا إبراهيم كنعان، يلي هو أرسل طلب إلى وزير المال يطلب فيه الإفراج عن هذا التقرير، ولكن ثمت انتقادات بأنه مطلوب منه أكثر. هلأ أنت خصوصي كفريق سياسي حامل هذا المعركة. هلأ الموضوع عن رئيس لجنة المال والموازنة هلأ نرجع نحكي عنه، بس أنه منيح واحد أول شيء نرجع نحط الأمور بنصابها. اليوم من أول ما انطلق موضوع التدقيق الجنائي بعد 17 تشرين، أوكي، وبعد المطالبة بالمحاسبة وبعد الانهيار الاقتصادي يلي صار، واضح انه الرئيس عون كان اول مين طالب، واكيد الطيار كان وراه كله سوا بموضوع التدقيق الجنائي. هذا مسار طويل، يعني اذا واحد بيرجع لورا وبيشوف انه ما كان مسار هين. اول شيء عالم سخفت الموضوع، رجعت بعدين عالم عرقلت بالتدقيق، رجعت اول مره وقت شركه كرول اللي هي عم تعمل تدقيق جنائي وين ما كان، عملناها شركة إسرائيلية، ورجع بعدين وصلنا على ألفاريز، وبتعرف كونتريات ألفاريز راحت وإجت وصفى في تعرقل عليها وشي عند وزير المال وشي عن، ورجع بعدين موضوع السرية المصرفية إذا بتذكري مظبوط، هل فينا ولا ما فينا، وحولنا الموضوع على مجلس نواب. بتتذكري كمان مجلس نواب ما بعرف ليه كنا موجودين هنيك، صفوا الشباب بده يعني يحشروا التحقيقات بسنة واحدة، لأنه خيّن يمكن شهر تاخد ولا يمكن سنة ونص لشو عم نحشر حالنا. ورجع بعدين موضوع التمديد، يعني كل هول بتلاقي أنه في حدا منه مرتاح، في أكثر من فريق منه مرتاح بموضوع التدقيق الجنائي. ليش؟ ومبارح رجعنا شفتها مبارح، يعني حتى حضرت عندكم الأخبار على الجديد بموضوع التقرير، شو ممكن ينشر منه وشو ما ممكن ينشر، ومين ممكن، أخصوصا أنه هو بحاجة إلى متابعة يعني ودفع مجددا، يعني على الدولة اللبنانية أن تدفع مجددا إلى هذه الشركة لتحديد المسؤوليات. يعني عم بيجي بقول لك اليوم نعم سوري، لأنه وزير الاقتصاد عم يحكي عن هذا الموضوع، بدنا ناخذ منه بس شو موقفه من هذه النقطة وبنرجع لحوار وزير الاقتصاد. وزير الاقتصاد: القطاع الخاص اليوم بلبنان ولا يحاكي حقيقة الأرقام اللي صارت موجودة بقلب البلد أيضا من خلال الاقتصاد، اقتصاد القطاع الخاص اللي هو كمان مأزة كتير اليوم بما يسمى اقتصاد الظل أو البارالل ايكونومي، اللي هو لازم نركز عليه، لأنه بتعديل بسيط بموضوع البارالل ايكونومي ومكافحة التهريب والمعابر الغير شرعية والأشياء اللي بتفوت على البلد وبتطلع من دون جمرك، هيدي بتعمل تعديل أيضا بنسبة 30-40% بالأرقام اللي عطيها صندوق النقد. أما بدي انتقل من صندوق النقد لموضوع نحن اليوم بوزارة الاقتصاد معنيين فيه بشكل مباشر، وصار جايينا المئات، حتى ما أقول أكثر، ما بدي أقول الألاف، لأنه مثل ما دائما عم نقول بدنا نناشد بالإيجابية، من الشكاوى على غلاء الأسعار، بتحديدا موضوع المطاعم، تذاكر السفر، كتير أمور تتعلق بال موسم الصيفي. اليوم نحن بنعرف انه وزارة الاقتصاد عندها دور رقابي،
والشريك أيضا في الرقابة بموضوع هذا القطاع هو وزارة السياحة والشرطة السياحية، وفي بعض أيضا الجهات الأخرى اللي تتدخل معنا من وزارة الصحة وغيره. بس اليوم أنا كوزارة اقتصاد حبيت يعني ما عدنا حتى ببدايته، الموسم بلش، في عنا موسم صيف واعد، في عنا مغترب لبناني راجع ومشتاق لبلده، في عنا أجانب كتير أيضا سمعوا أنه السياحة بلبنان اليوم إلى طابع كومبتيتيف، يعني طابع شوي في منافسة مع تركيا مع مصر مع دول أخرى، لأنه صار في انخفاض بالأسعار للأسف نتيجة تدهور العملة مقابل الدولار وغيره. بس نحن بدنا نحول هذا الجو من جو سلبي لجو إيجابي، فعم نقول عنا موسم صيف واعد، واليوم عدد من النقباء المعنيين بموضوع السياحة ومكاتب السفر والفنادق وغيره عم يحكوا بنسب 80% و100%، وهذا الشيء لقلنا نحن أجمل ما يمكن أنه نسمعه كأخبار. بس لأهم من هيك أنه اليوم المطلوب هالمغترب اللبناني تحديدا اللي راجع على بلده نحن نستقبله ونخليه يستمتع بزيارته، حس حاله راجع على وطنه بأمان وثقة، مش راجع على بلده حتى يكون أسعار اللي هو جاي يستمتع فيها من خلال المطاعم أو الظهرات أو الشواطئ أو البحر، يعني أي شيء يتعلق بالشق السياحي يشعر، لأنه بدأ هيدا الجو يطلع كشكاوى وكانتقادات إنه المطاعم غالية. المطاعم اليوم ببيروت أو خارج بيروت ببعض المدن أسعارها مثل أوروبا، أسعارها مثل أمريكا، أسعارها مثل نيويورك، مثل مونتي كارلو، مثل يعني دول من أغلى دول العالم بالمطاعم والأشياء السياحية. أنا كهيئة رقابية من خلال هذا المؤتمر عم بوعد أنه بدءا من الأسبوع القادم لح يكون في جولات احتراما لموسم الصيف، حماية للمستهلك اللبناني أولا، لأن لما بترتفع الأسعار طمعا أنه جاي المغترب وجاي الأجنبي معه دولار، أول من مين عم يتضرر هو اللبناني المقيم، لأن اللبناني المقيم لا معاشه ولا إمكانياته ولا توافر الدولار بين إيديه مثل المغترب اللي جاي أو الأجنبي اللي جاي. فاليوم رفع الأسعار ما تفكروا بس هو يعني يقتضي على رفع أسعار داخل المطاعم أو الملاهي أو المسابح أو غيره، بينعكس على كل شيء بالسوق، لأنه صحيح في عرض وطلب، وكتير سمعنا هذه خبرية أنه المحلات ما بتفضى وبتفضى، بس مش معناته نحن نطلع بهوامش أسعار مش طبيعية. يا جماعة نحن اليوم بصدة المسؤولية، نحن وزراء وأنا وزير اليوم عم بحكي معكم، أنتوا عندكم سمعة تجارية، أنتوا مؤسسات ومطاعم ومنتجعات باقيين هلأ وباقيين بعدنا نحن، وعندكم اسم وعندكم صيت تجاه المغترب اللبناني تجاه المواطن اللبناني، ما بيجوز أنه أنتوا تضربوه أو يوضع بخانة الاستغلال، لأنه هيدا الصيت اللي اليوم عم يطلع انه في استغلال لموسم الصيف وجاي المغتربين وجاي الدولار. يلا يا جماعه اشقلوا الاسعار 30-40%، في مين يحمل؟ لا ما في مين يحمل، لانه نحن عم نسعى لشيء اسمه لبنان السياحي اللي عنده منافسه التنافسيه مع اسواق اخرى. يعني نحن ما بدنا المغترب اللي بده يجي اليوم او الزائر يجي مره واحده ويفل يقول والله أنا صونا، والله صار لبنان أغلى من أوروبا، ويا محلى تركيا ويا محلى مصر ويا محلى إلى آخره. نحن اليوم عنا مهمة أنه كموسم اصطياف أو كقطاع سياحي أو كاقتصاد لبناني يكون عنا تنافسية، مش نخلي المغترب يجي ويندم على الساعة اللي إجا فيها على أرض الأم، أو الأجنبي يجي وما يعود يعيد على لبنان. يعني أنا عم بحكي عن تجربة شخصية خلال 3 أسابيع بمطاعم بمسابح، أنا شخصيا الأسعار خيالية، وحتى ناقشت أنا بعض أصحاب المطاعم بعض أصحاب المنتجعات أنه يا جماعة خلينا نعمل نحن دراسة ليش هالتكلفة العالية،
إن كان بشراء المنتجات الغذائية، بتحويلها داخل مطاعم. صحيفي منه بيقول لك أنا عندي كواليتي عالي، أنا هذا مستوي، أنا معكم. بس نحن كمان بنعرف وطالعين على مطاعم بدول أجنبية من أهم المطاعم بالعالم، وبنعرف شو معناتها مطعم مميز أو مطعم جريد A وجريد B وجريد C. إذن كنا مع المؤتمر الصحفي لوزير الاقتصاد اللي مفروض عم يحكي عن الموسم السياحي ودور الاقتصاد، بس كمان هلأ بعد شيء يمكن في كلام لصندوق النقد بنتابعه لاحقا. بدي أرجع لقلك، بدي أعتذر منك، بس طالما كنا عم نحكي عن تقرير صندوق النقد وتقرير التدقيق الجنائي، كنت عم بسألك اليوم أنه أنتم حاملين هذه المعركة، ثمت من كان ينتظر منكم تحديدا من رئيس لجنة المال والموازنة أنه يعلي الصوت أكثر؟ لكن الطلب يلي قدمه رئيس لجنة المال والموازنة ما عمره يومين، يعني أوكي واحد بده ينتظر أول شيء الرد، ويبنى على شيء مقتضاه. يعني اليوم وقت أنت تعملي طلب ما فيك تبلش تطلع تعلي السقف على العالم، مرات واضح يعني بيعتبروه مسود، بيعتبروه أنه هلأ النهار اللي بيجي الرد ساعتها بدنا نشوف شو بده يحكي، وأكيد موقفنا ما رح يكون هيك أبدا، ما رح يكون موقف ناعم. هذا الملف برجع بقول لك نحن من أكثر من سنتين ملاحقينه، كنا عم نذكر فيه حدا يراجع حتى ببيانات التكتل وبيانات الهيئة السياسية وبيانات المجلس السياسي، كنا دائما نعيد وقت كتار نسيوا موضوع التدقيق الجنائي، وعالم افتكرت انه خلص اصلا تأخر 7-8 أشهر. نعم. يعني طيستور، وبرجع بقلك نحن مكملين فيها هذه المعركة لانه هذا مرة نهائي. اليوم هذا الموضوع العرائيل اللي انوضعت، برجع من يعني في واحد يوصل للختام ويقول انه واضح انه في عالم عم يشتروا وقت، في قوة سياسية بلبنان عارفة انه هذا التدقيق الجنائي بمصرف لبنان بده يفضحها، بقى كل يوم بيقول لك بشتري شهر، بشتري شهرين، بشتري ثلاثة. يعني طب ما نسيتوا انه نحن اللي كنا متهمين بملف الكهرباء، مش نحن كفريق سياسي؟ طب إيه هذا التقرير بمحل معين، الديون او الدولارات اندفعت على الدعم الكهرباء اللي انتم كنتم مستلمين عليه. هلا طب نحن عم نطلب حدا حيجي يحقق معنا فيه للموضوع، وين راحت هالدولارات، وين راحت هالمليارات؟ طب ما بدكم تصلبونا؟ نحن عم نجي نقلكم نحن هذا الفريق بعدنا ماشيين بالتدقيق الجنائي يلي بكثير من المحلات وقتها كنتوا تنذركوا كنتوا تقولوا ايه بدنا نبلش بالكهرباء. هلا بلشنا بمصرف لبنان اللي هو في كل الصورة مبدئيا مفروض تكون موجودة فيه، وحتى هيدا ليك كيف يعني. طيب. هيدا اللي بيعمل هيك. بس عم بتقول هيك لأنه تسرب جوزيفين. مضمون التقرير. لا ما بعرف شو عم تكون معلومات عن هذا. أنا بدي لك شغلي، أنا بدي لك شغلي عن كيف توزعت إذا بدك الخسائر. اليوم 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 في انتفاضة طويلة عريضة انطلقت مشان 6 سنت واتساب. طيب اليوم تدقيق جنائي واضح وضوح الشمس انه في عالم مرعوبة منه. طيب اذا يا سمح الله حدا بعد جرب يحط عصب الدوليب ولا جرب يخبيه ولا جرب يحجبه عن شعب جوعان باكتريته، بغض النظر عن اليوم شو عم نشوف جاي مغتربين، حتى قصة المغتربين يعني طبعا على سبيل النكتة يعني انه نحن بالبناية انه اجا 3 شقق فرض مرة، صرنا نطلع نعرف بعضنا كتير منيح، صرنا نطلع بعضنا انه هلا انتم صاروا بحطوكم على عداد المغتربين ولا السواح اللي جايين على لبنان، انه هول انجبروا 3 طن يفلوا مشان يروحوا يشوفوا شغل يشوفوا حياه. هذا شيء بيضحك انه اليوم عم نرجع نعدهم، هول هن ذاتهم اللي كانوا هون 3-4 سنين واللي هن بمئات الالاف عم نعتبرهم سواح. قصدك الناس اللي فلوا بسبب الأزمة اليوم رجعوا ونحن عم نعتبرهم سواح بين كورونا وهيدا صرنا عم نحطهم بعداد السواح والمغتربين وهذا. هذه بس على سبيل بقى اليوم عم نجي نقول نحن شعب جاع
في محل عم بيطالب انه خي انا بدي اعرف شو صار فيي، مين بدي حاسب؟ كلكم عم تقولوا لي كلكم، يعني كلكم، انا بقول لا مش انا، الثاني بيقول لا، طب خلينا هذه حطوا حسابات مصرف لبنان. طب شو عندكم معلومات عن هذا التقرير؟ لانه طلع معلومات وانكتبت انه هل انت عم تقول هيك لانه التسريب تبع هذا المضمون انه 10 مليار فقط هن كانوا للكهرباء والباقيين كانوا لحظه ما هن هيك. بغض النظر انا برجع بقول لك ما بعرف الرقم بس ما هو موضوع الكهرباء، اول شيء موضوع الكهرباء بقرار مجلس وزراء مش بقرار وزير الطاقه، بقرار مجلس وزراء ان كان بالسلفات الخزينه او بالنسبة لموضوع التعرفة، واللي المشكلة الأساسية أنا برأيي هي مشكلة التعرفة، لأنه أنت لو التعرفة نورمال عالية إيه؟ ما كنت بحاجة لتروح تتديني. أنت في قرار من مجلس وزراء متاخد من 20 سنة أنه أنا بدي ثبت سعر الكيلووات على هالقد، كان الدولار كان برميل النفط إذا ماني غلطان ب$20، طب وصل على 100 و120 و130 و80 وضل بقى مثل ما هو. هذا القلم ما فيك تشتريه انت ب10 ليرات وتبيعيني اياه بليره وتقعد تبكي انك خسرت 9 ليرات، هذا قرارك انت اخذتيه، مجلس الوزراء اخذه مش وزير الطاقه. نعم. طيب شو بده يقول اليوم رئيس عون؟ رئيس عون ما في اخر اخر شيء هذا طالع كرماله صح؟ واضح انه رئيس عون مره بعد مره، اليوم خلص عهده للرئيس عون، بس حلو واحد يتذكر 3 شغلات. موضوع استغراج النفط والغاز شاءوا أم أبوا وسبوا العهد ليشبعوا، هيدا الملف حيضل ملف أبيض وحيكون عنده تداعيات إيجابية للبنان للسنين وللأجيال القادمة. ملف التدقيق الجنائي اللي كتار عم يهربوا منه، الرئيس عون هو اللي حطه وهو اللي ثبته وهو اللي رح يضل لاحقه مع التيار الوطني الحر، وبكرة شوفوا انه رح يوصل لنتيجة. وموضوع النازحين السوريين يلي سب يلي حذر منه قبل ما يعمل رئيس جمهورية وتابعه هو رئيس جمهورية وتهاجم وتحاصر لانه عم بحارب هذا الملف النزوح، كل العالم اليوم رجعت له بقى مع كل شيء عم بيحاولوا. تذكري في كتير امور صغيرة يمكن واحد مغلط فيها او مش مغلط، بس هول التلات عناوين بس انه ايه برأيك انت هول التلات عناوين انه في كتير اشي هلا ما في مجال نفتحها كلها، بس عم بقولك انا انه هول التلات عناوين الاساسيات يلي بيأثروا على على مستقبل على حاضر ومستقبل لبنان، هول التلات ملفات شاءوا أم أبوا صاروا بعهد الرئيس عون مع كل شيء فيه تعرقه صار. طيب بدي أرجع بس للنقطة الأخيرة لموضوع النازحين، بما أنه عم نحكي عن النازحين السوريين، وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب بالتعاون مع والتفاهم مع رئيس حكومة نجيب ميقاتي قرروا أنه أن يمتنع لبنان عن التصويت لصالح إنشاء هيئة للكشف عن مصير المفقودين في سوريا. وكانت حجته للوزير عبدالله أبو حبيب بأنه هذه للمصلحة الوطنية، لأنه نحن بدنا نرفق ملف النازحين بملف المفقودين. بدي أسمع رأيكم أنتم بهذا الموضوع، لأنه صار في كتير انتقادات على هذا القرار. كل ما حدا حكي مع سوريا أنا بالنسبة لي طلع بعد حرب تموز خبر سماحة السيد أنه طلع وحكي بموضوع المفقودين، وبالنسبة لإلي أكثر طلع الرئيس عون من بعدها بال2008-2009 وأكيد الرئيس عون حكي بملف المفقودين، وعمل رئيس جمهورية الرئيس عون وحكي بملف المفقودين. اليوم هذا ملف المفقودين بغض النظر عن كل واحد وجهة نظره شو هو، هذا الملف موجود والإجابات من الفريق السوري عليه ايه وين موجود؟ بس وين موجود؟ هو الملف المفروض يكون مع الدوله اللبنانيه، بس انه نحن عم نحكي كفريق سياسي، لحظه عم نحكي كفريق سياسي، فريق سياسي قصدي وين موجود على طاولتكم؟ انا عم بقول وقت نحن على طاولتكم وين وقت نحن نطلع ليك يلي صار مع الرئيس عون وقت طلع بال2008 لو في حدا بده يعطي شيء للرئيس عون ولا كان عطي ملف المفقودين. اليوم هذا الملف ان كان سمحت السيد ولا الرئيس عون ما بفتكر الدوله السوريه بهذا الملف بالذات لو في حدا تعطيه
كانت عطيته لواحد من هالشخصين. اليوم نحن في ملف النزوح، هل التصويت على موضوع المفقودين يلي بده يضل واحد يطالب فيه، ولو في واحد يمكن في 100 ما بعرف وينني وفي 200 ما بعرف وينني، بس لو في واحد لازم يضل طالب فيه بالميزان، نحط انه بمحل معين انه ملف النازحين السوريين يلي هو ضاغط على البلد كله سوا ويلي ممكن يفجر البلد ويغير ديموغرافيا فيه، اخذوا هذا القرار لا اكثر ولا اقل، انه حطوا بالميزان وقالوا انه بلا ما نعمل مشكل مع السوريين هلا خلونا وكمان نربط هذا الموضوع بالاتصالات العربيه نزحين. كمان بالاتصالات العربيه اللي صارت كمان شفت انه أكترية الساحه من الدول العربيه اخذت هذا المنحى. ايه هلا شو بدها الدول العربيه ما عندها ملف مشترك، يعني نحن معنيين بشكل مباشر لانه المفقودين مفقودي الحرب، وعندنا بعد 2011 في مصور اسمه سمير كساب، انا بدي اعرف هذا القرار اللي اخذه وزير الخارجيه اخذه كمان بالتفاهم مع رئيس الطائر الوطني حاج جبران ياسين؟ لا 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 بالتفاهم مع الحكومه، مع رئيس الحكومه، مع رئيس بس انتم عم بتبرروا هذا الخيار، انه عم نحكي انه عم بتبرر يعني مش قصه عم نبرر ولا عم نبرر، عم نقول انه نحن عملنا الجهد الاستثنائي الممكن مش الممكن الأقصى مع الرئيس عون ومع الوزير باسيل وقتها كان وزير خارجية، أو وقتها كان الرئيس عون قبل ما يعمل رئيس جمهورية وكان طلع بأول زيارة على سوريا نتذكر على برا وهذا طيب. طيب بس هولي كلهم بس أستاذ آدي معلش اسمح لي، لا الانتقادات اليوم على فريق كونسيسي انه ما حمل هذه القضيه كما كان يجب ان يحملها. لحظه وانه هذا الفريق اللي كون اللي قبل ما توصلوا على الرئاسه هذا الوزير اللي معنا. كون لحظه هذا الفريق هذا ملفكم كون كان طيب وقت كان ايام هذا الملف 2005 وقت انت وبعد 2005 النايب حكمة الديب ضل ماسكه لهذا الملف وضل عم يحكي فيه وعم بيتابعه لا قبل ما بطل نايب يعني، وكان اوكي وبس الرئيس عون طلع اول مره على سوريا اختفى هذا الملف عن الطاوله، اختفى هذا الملف يعني ما حطيتوه على الطاوله، اجت اليوم تم مش تتويجه لحظه رح اتركك تجاوب، بس اجى اليوم تتويجه بقرار وزير الخارجيه عبد الله ابو حبيب يلي اعتبر سقطه انه لا اليوم لبنان معني مباشره عندنا مفقودين وعندنا سمير كساب انه مفروض على القليله نحن منا يعني نحن كفريق سياسي ما كنا مش نحن اصحاب هذا القرار اللي اخذته الحكومه يعني. لا وزير الخارجيه محسوب عليكم بس محسوب ما نسق معنا هذا القرار ما نسق معنا هذا القرار بس طيب المجلس السياسي للتيار الوطني الحر اعتبر انه في تطبيع مع الفراغ الرئاسي اليوم في كلام عن انه الرئاسه يقابلها حوار حول النظام، هلا منهم من يعتبر انه هذا الكلام جدي، منهم من يعتبره تهويل، بس ولكن في مجموعه من الاشارات هي حول انه دائما انه الاعداد اليوم اذا رحنا على رئيس جمهوريه منتخب مباشره من الشعب بيطلع سليمان فرنجيه، انا عم بلحق شو عم ينكتب، هذه كمان كانت رسائل يعني لا لكم كفريق مسيحي انه انتم بدكم تتفاهموا مع المسلمين على رئيس جمهوريه جوزيفين ديب، هيدا المركز الاول المسيحي، ما حدا لا يخوفني بالاعداد ولا شيء، بحكي باعداد غير شيء كمان، انا عم بقول لك هيدا المركز مسيحي، وقت انتو تبطلوا تروحوا على الدولة المدنية تبلش تحكيني بالعد وما العد، اليوم انت طالما هذا النظام طائفي وطائفة رئيس الجمهورية طائفة مسيحية، اول ما بتروح عند اول اثنين مسيحية، وبعدين من هنيك ورايح بتطلع على الصعيد الوطني، مش من الاول بتكبوا على الموضوع الوطني كله سوا وانه مسلم ومسيحي يعني ما بيصير بقى نحن منا مواطنين درجة تانية، مش رئيس مجلس النواب منسكر كل شيء منسكر اللعبة على الآخر، شو بدي بهلأ هلأ في 27 كانوا متفقين، بس حدا يتذكر بال2006 و2005 وبال2000 وقتها كان في نواب شيعة بكتل نيابية تانية، حدا استرجع يقرب عليه للموضوع خلص بالموضوع، ما حدا لا يهدد ولا حدا يعلي سقوف ويقطع رسائل، ما حدا يهدد بشو بالنظام بالأعداد يعني. ما حدا يهدد بالأعداد اليوم هذا الموقع موقع مسيحي، إذا بده ينتخب من الشعب ونحن أول مين طالب أنه يكون منتخب من الشعب بصير بأول دورة بأي التصويت المسيحيين، أول اثنين بيطلعوا صحتين أقلبهم بيروحوا على
على التصويت. قصدك تقول انه حتى لو كان تصويت مباشرة من الشعب بده يمرق بداية بالتصويت الاول، ما حدا يجي يخبرنا انه الله انا انه انا لو انه الموضوع من بالتصويت. طب انه الطائفة الشيعية اليوم تعتبر انه هي تريد كمان المشاركة في هذا النظام، لانه بالطائف ما شاركت فيه، كانت بعيدة عنه، اليوم تحولت الى انه في اليوم الثنائي. احيانا بالدوحة تم تكريس اليوم حضرتك بتعرفوا انتم كنتوا بالدوحة تم تكريس الثلث الضامن بعدين وزير المالية للطائفة الشيعية. هذا المواطن اللي عم يحضرني ويحترق هلا وعم يسمعك عم تقولي انه حق المواطن الشيعي هن بيعتبروا انه عندهم دور بالدوله بدهم يلعبوا. اليوم اليوم هذا المواطن اللي عم يحضرنا باكثريته الساحه اذا بتساليه مين هي اكثر طائفه مهيمنه على القرار شو بيجاوب؟ ما بدي هيك تجاوبي، بدي كل مواطن قاعد ورا التلفزيون هو بينه وبين حاله خلص بقى. مين مهيمن على القرار؟ ما في انا وياك. طب ما كنتوا حلفاء يا استاذ. ما عم لك لا ما عم سبهم انا. انا ما عم سبهم عم جاوب على سؤالك. بالعكس انا بعدني لليوم شو لما كنتوا ببعبدا مين كان مهيمن على القرار السياسي؟ ما حدا كانوا كل العالم كان في قرار بالتعطيل كان صحيح رئيس بري بمحل معين كان أكثر شخص مع عدة قوى سياسية عم بيساهموا بتعطيل قرارات الرئيس عون وهذا رأى للرئيس عون على لأنه كان في فريق تاني معارضة كمان من تاني ميلي ما بده بقى مش إنه القرار بين هلالين قرار الثنائي ما كان موحد على أيام الرئيس عون بس انه اليوم تقليلي انه في حدا حاسس حاله مغبون لا مش هاي الحقيقه العكس قصدي يعني انه اكيد انه مهيمنين على منهم مغبونين الله مهيمن على انا بقول ما القرار السياسي منهم مغبونين انت سالتيني السؤال بطريقه وكانه في حدا مغبون انا عم بقول لك منهم مغبون بالنظام انا عم بقول لك اوكي انا عم بقول لك المواطن انت عم مهيمنين على القرار السياسي لا انا عم بقول لك انت سالت هلا المشاهدين مين مهيمن على القرار السياسي انا عم بقول لك مين مش مهيمن على القرار السياسي لانه ما حدا بلبنان قادر يسير اللي بده اياه تنكون واقعيين بس من تاني ما حدا مغبون يعني اقل فريق مغبون تهيك من صحه نعم اقل فريق مغبون هن فريق الثنائي طيب وين صارت العلاقه في شيء تواصل ولا لا لانه في كلام عن انه ارسل الوزير جبران باسيل طلب اكثر من موعد مع الامين العام لحزب الله السيد نصر الله ورفض هذا الطلب وكان هذا الطلب مشروط لا قبوله لا اوكي عم اقول لك شو هي الفرضيه مشروط قبوله انه بتجي موافقه على سلام الفرنسي قطعت الخبر كله سوا يلي مش انا اللي قطعته بس صار جمعتين بدي اقطع اوكي خيبه هيدا اللي عم بيقطع هيدا الخبر صرنا قايلين 100 مره انه منه مزبوط بيرجع بيجي بتطلع واحد تسالي هذا السؤال كله سوا نص اللي عم يحضرونا والله جبران باسيل عم يجرب ياخذ موعد من السيد وحزب الله مش عم يعطيه هيدا ابدا مزبوط هذا مش مزبوط منه مزبوط هذا بس انه كمان نجي منقطع اول مره هو جاوب عليه شخصيا باحدى المقابلات تبعه قال هذا الموضوع منه مش مزبوط بيرجع بتسمع يا حدا قال وزير باسيل عم يخي عم لك مش مزبوط اول مره ثاني مره مقربين من حزب الله بيقولوا المقربين من الحزب بيقولوا انه نحن على استعداد للعوده والتفاهم مع جبران باسيل شرط ان يوافق على سليمان فرنجيه اخي مش موافقين على سليمان فرنجيه انه يخبروا اللي بدهم اياه المقربين مش موافقين على موضوع سليمان فرنجيه نقطع السطر اليوم في انتخابات صارت في جهاد ازعور الوزير جهاد ازعور جاب 59 وفي الوزير سليمان فرنجيه جاب 51 يعني ما بدنا نرجع على مقولة 15 أكثر من 29 تبع سمير جعجع 51 منا أكثر من 59 ايه بس هاي هيدا يعني هيدا الجواب هالقد هالقد هي اليوم ما في في حوار انه يضل الفريق الآخر بتمسك بمرشحه يعني حتى لو ما بيمنع كمان انه نحن كمان نضل ماسكين بمرشحنا تماما هذا اللي بدي اسمعه ولازم يعني. انا برأيي يصير في بعد جلسة جلسة ايه انه ليش نحن وقفنا الجلسات عندكم خلص مرشح اذا صار في جلسة لا عندنا جلسة بعده الوزير جهاد ازعور ممكن يعمل خرق مع جهات تانية لحظة
بعده جهاد أزعور هو مرشحكم اليوم. اليوم شو فيه اليوم؟ كل الكلام انه جهاد أزعور عاد الى عمله وخلصت فرصته، هيدا كلام ترشيح جهاد أزعور لانه ادى الغرض من ترشيحه. انا عم اقول لك شو، وهلا اليوم في كلام عن انه انتم عم بتحاولوا تتقاطعوا مع قوى المعارضه على اسم تاني، وقدمتوا لحزب الله واللي هو زياد باروت. لا لا لا، ليك بدي خبرك شغله، هيدي خبريه انه بيصير واحد يحرق واحد ورا الثاني. لا مش مزبوط، مش هيك قصد، مش مزبوط. نحن لايك، نحن بالاول، نحن من الاول، نحن من الاول ما في هلا التغييريين والقوى المعارضه اليوم ما حدا يجرنا على محل منا رايحين عليه اليوم. تنكون واضحين اليوم، نحن كنا عم نصوت بالورقه البيضاء تركين فرصه للحوار، اوكي. قرر الثنائي يروح يدعم ويرشح ويدعم الوزير سليمان فرنجيه، اوكي. واكثر من هيك صار عم بيهتك انه انت ما عندك مرشح، مش بس نحن وغيرنا، اوكي. اليوم هذا الموضوع صار في حكي وصار في تشاور، طول عمره التيار الوطني الحر عم بيقول انه نحن مع سله اسامي. ضمن هاي السله اللي كان موافق عليها، الاسامي اللي موافق عليها التيار هو اسم الوزير جهاد أزعور. صار في مشاورات مع عده قوى سياسيه وأثمرت أنه على الاتفاق بين هالأسامي اللي مطروحة هون وهون وهون، صار في اتفاق على ترشيح، مش على ترشيح، على قبول ترشيح الوزير جهاد أزعور، وصار في انتخابات. اليوم نحن ما عم بفهم، أنا اليوم صار في انتخابات في واحد معه 59 وواحد معه 57. طيب، علما بدي ارجع اقول لك أنه في 2-3 مفروض كانوا يصوتوا لجهاد أزعور سوديزون، ايه عاملين شيء تاني. مين اللي ما بعرف، عن جد ما بعرف، بس انه واضح انه بحال معين في واحد أكثر. في واحد مستحي يقول انه ما صوت لجهاد أزعور، نعم. ومستحي يقول انه صوت لسليمان فرجي، واحد 2-3 اللي هن، بينما العكس بالنسبه لجهاد أزعور، في عالم كانت مفروض تصوت لجهاد أزعور ومستحي تقول انه عملت غير شيء. دونك كمان بالرقم الموجود هلا، فعندي كيف ما كان 2-3 زياده افتراضيه لجهاد أزعور. هيدي قبل ما تعمل مفاوضات. لحظه استاذ ادي، خلينا نتوقف بس على هيدي لانه حضرتك اثرتها. عم تقول كان مفروض 2-3 يصوتوا لجهاد أزعور، ما صوتوا لجهاد أزعور. سالتك مين، قلت لي ما بتعرف. كيف تعرف انه في 2-3 بدهم يصوتوا كانوا لجهاد أزعور وما بتعرف مين هن؟ عم خبرك لانه بالحسابات، طيب، في شيء محل معين في 2-3 ناقصين، اوكي. لشو نتخبى وراء اصبعنا؟ وهونيك في 2-3 زايدين. انا اللي عم بقوله مين هن؟ لك ما مش لا. انا بقول لك ليه، لانه اليوم كل واحد انتوا عملتوا جلسه تحساب داخليه، خليني عملتوا اجتماع من بعد الجلسه. لا هلا هلا اخذتك انت اللي قلت في 2-3. اوكي، في عالم بتقول انه في خرق عنا، في عالم بتقول انه في خرق عند الاشتراكي، في عالم بتقول انه في خرق عند القوات، في عالم بتقول انه في خرق عند التغييريه، اوكي. هذا الموضوع هو الموضوع 2-3 شو بدي وين وكيف وليش، بس عم بقول لك انه بالحسابات كان مفروض يكون مثلا عنده 62 3 زياده بالسيناريو المنيح. بالسيناريو الواقعي هيدي هي 59-60 كانت. وصلت الفكره، وصلت الفكره. هلا انا بس انا عم بحكي، طيب هلا انت عم بقول لك، انا عم بقول لك انه هنيك وصل للبلافون تبعه يعني. اوكي خلص. طيب هلا انت بدك توصلي على المحل الداخلي عنا. مش بس حضرتك قلت في 3 كان مفروض يصوتوا لجهاد أزعور، مش عنا. اوكي، مش عندكم. انا عم بسالك، انا اليوم في كلام انه هول الثلاثه مش مزبوط كان مفروض يكونوا من عندكم، وانه اليوم في طلع النائب غسان عبد الله بعد الجلسه بيومين ثلاثه قال انه في اليوم مثل تدقيق داخلي عم تعملوه، وفي كلام عن المحكمه اللي عندكم اياها بالحزب انه اليوم في ناس عم تتحول على المحكمه للتحقيق. لا هذه امور داخليه، عم اقول لك معه حق غسان وقت قال انه وقتها كل العالم صارت ضايعة، كل واحد جرب يتأكد انه هذا مش فريقه، صح؟ يقول انه خي هذا الخرق منه جاي من عندي، وإفكتيف ما تبين انه هذا الموضوع مش من عنا. سجلي لي موضوع دولة الرئيس الياس بوصابي اللي هو اعلن عن موقفه، الباقي ما بين هذا الشيء عنا. دونك هذا الموضوع بطل عنا، بس انه نحن ما جينا من اول دقيقة قلنا لا، قلنا خلينا نشوف.
نتأكد من الموضوع. يعني تأكدتوا؟ تأكدنا من الموضوع. تأكدتوا وعملتوا تحقيقاتكم وتبين أنه هلأ موضوع الوزير بوصعب هو أعلن عنه يعني مش عند حدا تاني. أوكي قبل ما أوصل لليس بوصعب تأكدتوا أنه كل النواب الباقيين يلي كان عندهم آراء مختلفة قبل الجلسة تأكدتوا أنه كلهم صوتوا لجهاد أزعور؟ بالمبدأ تأكدتوا. طيب أما الياس بوصعب هل النائب بوصعب اليوم هو رح يكون في شيء إجراء بداخل بالتيار؟ لأنه أنا موضوع لأنه قرينا كثير حتى صحيفة الأخبار كتبت رجعتوا الفيتو بس كتبت بأنه اليوم حجم التمايز صار كثير كبير بين التيار الوطني الحر والنائب الياس بوصعب. برجع بقول لك هول الامور داخليه في اليات عنا بالحزب بتتاخذ ما بنحكي عنها نحن على التلفزيون. ليش انا بدي احكي شيء واعطي قرار وماني مكون كل المعطيات الموجوده واحكيك شيء اليوم بكره يطلع شيء على بكره لا منيح بحقي ولا منيح بحق الحزب بس لا اكثر ولا اقل يعني. طيب بدي انتقل للحوار. اعتبر المجلس السياسي للتيار الوطني الحر بانه هو مع الذهاب إلى الحوار، يعني مسؤولية إجراء الانتخابات الرئاسية إما عبر حوار يمهد للاتفاق على اسم رئيس، وأنتم منفتحين على أي حوار يساعد، يعني أنتم منفتحين على الحوار الذي يدعو له حزب الله. نحن ليش إمتى من قبل ما يختص عهد رئيس عون شو كنا عم نقول نحن؟ إنه واحد يراجع. نحن عم نقول إنه من الطبيعي بعد الانتخابات النيابية ونتائج انتخابات نيابية يكون مرشح التيار الوطني الحر هو رئيس التيار الوطني الحر، مثل ما من الطبيعي مثلا القوات ترشح سمير جعجع، مثل ما الكتائب من الطبيعي. نحن جينا قلنا لا هلا منا ظروفها الخبرية كلها سوا، خلينا من الأول نروح على الحوار. وصار في كلام واضح وصريح بدأ من بكركي من الديماني، يمكن كان بعد ما كان بعده مصيف سيدنا، انه في شيء لازم ينعمل للرئاسه. عن الحوار المسيحي انا هلا عم بحكي عن الحوار عند الحوار الوطني له حزب الله. لانك ليه؟ لانه في زملائك بالتيار طلعوا قبل وقالوا انه هذا الحوار اذا كان مشروط نحن ما بدنا اياه. يعني انه اليوم حزب الله عم يجي يقول لكم انتم عم تشترطوا علينا نسقط سليمان فرنجيه ونقعد على طاوله الحوار، نحن عم نقول لكم تعالوا نقعد على طاوله الحوار ونتحاور بموضوع سليمان فرنجيه وهو منطق. طيب بس يعني انا موضوع سليمان فرنجية رافضه. اوكي رفضوا على الطاوله. نحن عم بيجي اقول لك انا اليوم هو عم بيقول لك رفضوا على الطاوله، يعني اليوم يعني انك تشترط عليه انه بتجي من بعد ما تتخلى عن سليمان فرنجية. هو عم بيجي يقول لك طب تعال نتحاور وممكن تقول له لا على الطاوله وقول له لا على الطاوله. يعني طب انا عم بيجي بقول لك يعني اليوم اذا انا بدك اخذتيني اتحاوريني على سليمان فرنجية وشو بده يكون الحوار؟ يعني انه انا عم بقول لك هيدا اللي حكينا فيه بخصوص الوزير سليمان فرنجية انا رافضه، ما عاد بفتكر في شيء بهذا الموضوع بالذات ينحكى. حوار صار، عروض مغريه وسخيه صارت، كل شيء بدك صار اوكي، وما يعني ما مشينا فيه الموضوع. برجع اروح انا لمحل ترجع تحكيني عن موضوع الوزير فرنجية. انا عم بقول هذا الموضوع لا ماني رايح عليه. هذا الموضوع هو اللي بيفتح الباب امام الحوار. يعني انتم كمان هن ما رح يقبلوا انكم تشترطوا عليهم هذا الشرط. يعني قصدي انه كل الاسماء تطرح على الطاوله وبصير خلص. لكن خلينا نروح على انتخابات ديمقراطيه بقلب المجلس ونصير نعمل دورات متتاليه ونجرب نجيب 65 صوت اذا هذا هو، علما انه نحن برجع بقول لك ما بدنا نوصل لمحل رئيس جمهوريه. يعني ابغض شيء واحد يوصل رئيس جمهوريه جايب 66 67 صوت، هذا لانه بنعرف انه ثاني نهار في حكومه وثاني نهار في قوانين بمجلس النواب وثالث نهار في معاهدات بدها تنمضى. يعني هذا اللي عشناه نحن، هالعدم الاستقرار اللي عشناه باخر سنين الرئيس عون ما طالع عبالنا حتى مع واحد ما قلنا فيه 100% ولا قلنا فيه 20% ولا 30%، لانه هذا مضر للبلد يعني لا اكثر ولا اقل. انه برجع بروح على محل جربته وعرقلوني فيه وما طلع نتيجة، اليوم بوضع اقتصادي صعب العالم عم تتبقلك، خلي حدا يروح يشوف بالدوائر العقارية. انه بلد مكربش بطريقة لا دوائر عقارية شغالة بجبل لبنان نافعة، بدك 200,000 ساعة تتوصل مشان تاخذي دفتر سواقه. يعني في مواطنين عم بيقولوا لنا طب انا صار عمري 18 سنه مش عم بقدر طلع دفتر سواقه
اذا بدي سوق سياره وبعمل حادث الاسيرانس ما بتعترف لي، ما بتعترف، يعني مشاكل الناس، مشاكل الناس كتير كبيره. مظبوط. بس اليوم اذا مشاكل كتير، مشاكل الناس هالقد كبيره، كيف انه انتم عم تشنوا حمله على هذه الحكومه؟ وكل مره شو عملت هذه الحكومه؟ هذه الحكومه على الاقل في هذه الحكومه في مرجع عم بيسير امور الناس استاذ، يعني فراغ رئاسي. هلا انه قصدي قديش في مشاكل عند الناس اليوم، والناس اليوم وقت يجيك جدول حدا يسير اعمال، وقت سير اعمال بنروح ننتخب رئيس جمهوريه، ما بنقعد بنبلط مطرح ما نحن، ما بنقعد نبلط مطرح ما نحن. بس هل حكومة تصريف الأعمال هي المسؤولة عن انتخاب رئيس جمهورية؟ لا، بس إنه كمان في عالم عم يستفيدوا من هذا الواقع، إنه نحن والله عنا حكومة وعم نمشي أمورنا. أوكي. فيها نحن إيدكم أنتوا بالنار وإيدنا نحن مباوردين. لا، هذا الموضوع التراكم تبعه يقع مسؤوليته على عاتق الكتل النيابية. مزبوط. حكومة تصريف الأعمال شغلتها تسير أعمال، شغلتها بالحد الأدنى الأدنى. هيدي حكومة ما عندها، لحظة، هيدي حكومة ما عندها خطة مجلس نواب، هيدي حكومة مستولية على رئيس الجمهورية، على توقيع رئيس الجمهورية. ما بدنا ننسى شغلة، بس بدي أقول لك شغلة. كان في عنا تجربة سابقة على أيام حكومة تمام سلام، لو ما فيه نية باستعمال حكومة تصريف الأعمال لا كسر ولا فرض معادلات جديدة، لو النية صافية، أول شيء كانت تشكلت حكومة بآخر عهد الرئيس عون. ليك الرئيس ميقاتي كيف أول حكومة فات، ما بتذكر إلا كلمة، أنا كلمة طلع ونزل على قصر بعبدة، شريك الدستوري فخامة الرئيس، بظرف شهر عمل حكومة ومش الحال. طيب. وكيف بعدين بعد الانتخابات النيابيه صار بده يفرض ويطلع وينزل ويقنعنا انه خلص تغير هذا الشيء اللي كان قبل الانتخابات النيابيه، شيء صار شيء ثاني. يعني كان واضح انه ما بده يشكل حكومه الرئيس ميقاتي. طيب. وصلنا للي وصلنا. طب هلا شو لازم يعمل؟ بدي لك شغله، نحن صرنا 8 اشهر بفراغ رئاسي، ما فيش حدا عم يشتغل بالدوله، هو شو لازم يعمل؟ امتى كانت الانتخابات النيابيه؟ بايار صح؟ امتى فل الرئيس عون؟ تشرين. خمسة اشهر اجتمعت شي حكومه. كيف يا عمي هيدي الحكومه بظل عهد الرئيس عون باخر ولا مره كان في حاجه لشيء بهالدولة اللبنانية؟ كان كل شيء ماشي، العالم فرصة صيفية. هذا جينا هلا صار عنا جداول أعمال. بتتذكري أول جلسة لهي حكومة وقت حكيونا عن دواء السرطان وإنه هذا صرنا نبكي صح؟ إنه وحزب الله بيظهر إذا بيزيدوا بند ولا بندين. اليوم شو عم بيصير بالحكومة؟ شو عم بيصير؟ بدك تقنعيني إنه هذا مش معان بضرب دور معين؟ خليهم يكملوا اذا هالقد الحل هو انتخاب رئيس جمهوري. اكيد الحل هو انتخاب رئيس جمهوري. يعني الحل انه يعني المشكله الازمه هي عند مجلس النواب مش عند الحكومه. طيب ما عم نقول لا، بس انه عم نقول انه هيدي الحكومه لو مزبوط اجت مثل ادويه السرطان مره ولا كان واحد سكت، كان قال يا عم، وانا برايي مغطيه، برجع بقول لك مغطيه من قوة من داخل الحكومه ومن قوة لسوء الحظ مسيحيه غض النظر عن الموضوع. شو هو التحرك يلي بدكم تعملوا فيه بالايام المقبله للتقريب من وجهات النظر؟ عم نحكي مع الكل، يعني منه سر انه نحن اليوم بموقع عم نقدر نحكي مع اكثر من فريق سياسي. صحيح. طيب وصلنا للي يعني المعلومات تشير الى انه انتم وسامي جميل علاقاتكم ممتازه، بتحكوا مع بعض دائما وتنسيق دائم. ومين كمان انتم وبعض مجموعه من مين؟ في مجموعه من التغييريين، في تواصل مع القوات لو انه مختلفين نحن وياهم، حتى مع حزب الله، يعني مش انه مقطوع على الاخر وما في حكي. هذا بدكم تبادروا باتجاه حزب الله؟ ما يعني اصلا ما بحياتها انقطعت نهائيا مع حزب الله. كيف بعد العلاقه؟ انه عاديه. لا عادية. كيف يعني انه ما انقطعت نهائيا؟ قصدي كيف يعني كيف عم بتصير التواصل؟ في نواب بيحكوا مع بعض وفي مسؤولين بيحكوا مع بعض، ما في شيء مقطوع يعني. مش انه والله مثل ما هلا نواب بيحكوا مع بعض انه ايه في علاقات شخصيه وفي لا 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 في اكثر يجتمعوا ببعض المكاتب، في اكثر من هيك يعني. اكيد خبريه اللي خبرتيني اياها باول حلقه انه
وزير باسيل طالب موعد ومش عم يعطوه، هذا بيكون مشان تشويش على على هيدي القنوات اللي عم تمشي. ماشي الحال. وحتى مع حركة أمل يعني ما في مشكلة كبيرة بموضوع التواصل والحكي. أوكي. في حال لازم نحكي رح نحكي، لأنه نحن عنا قناعة. اليوم في غسان عطله كمان بيقولوا في تحرك بدكم تعملوه، كانه شيء خطوه مبادره، ما يعني في خطوه عم نعملها تجاه عده افرقاء. ايه انه نرجع نحرك هالمياه الراكده، مش انه والله نحن ناطرنا لودريان بعد صارت الانتخابات اللي ب 14 حزيران اجى لودريان فاللودريان فرست العالم. لا يا حبيبي، نحن بدنا نشتغل، ما فينا نضل نطول، ما فينا نتعود عليه هيدا. بس هو فعلا كل الناس قاعده ناطره لودريان بس يرجع. انه شو بس انه كيف يعني عن جد بهدله، والله العظيم بهدله. طيب انه نحن كقوه كل واحد بيعمل لي معركه، واحد انه معركه استقلال طويله عريضه بوجه اسرائيل وبوجه امريكا، والثاني بوجه ايران وبوجه سوريا وبوجه هذا، كلنا بنحكي بالاستقلال وهذا، واخر شيء ننطر كلنا لودريان. طيب قبل ما يخلص وقتنا بدنا نحكي شوي عن قائد الجيش. اليوم في كلام كان لافت كثير تغريده للنائب جميل السيد، يقول فيها بانه الثنائي متمسك بسليمان الفرنجي، ولكن إذا في حال ويصعب ويستحيل، ولكن في حال قرر سليمان الفرنجي أن يتنحى، فالرئيس سيكون جوزيف عون، لأنه عنده علاقات كمان ممتازة مع حزب الله، وفي تعاون بدأ منذ سنوات بالمحطات الأمنية اللي مرت على لبنان من الجرود عرسال إلى آخره إلى الجنوب. لك بدي أسألكم عن موقفكم من هذا الموضوع. نحن سمعنا أنه رئيس التيار الوطني الحر لا يقبل برئاسة جوزيف عون، بس راح على قطر من يومين جمعتين، وكان في كلام برئاسة جوزيف عون. بدي أسمع منك، مش عندنا شيء جديد نحن بالنسبة لموقفنا من موضوع ترشيح العماد جوزيف عون. بعده موقفنا هو انه نحن مش ماشيين فيه لا اكثر ولا اقل. يعني بدهم يمشوا الافرقاء التانيين، بدهم يتفقوا ويمشوا بهذا الترشيح ويعدلوا بمجلس النواب، يعدلوا الدستور بمجلس النواب، هذا حقهم طالما عم يلعبوا ضمن الاطر الديمقراطيه، وهن ساعتها نحن بنكون بالمعارضه. وبيكون هذا الفريق اللي مشكل من اكثر من 86 نائب وموافق على الموضوع هن بالموالات، و بيتفقوا مع بعض وبيديروا البلد، ونحن بنكون بالمعارضة. يعني اليوم حتى لو كان جوزيف عون هو عنوان التسوية المقبلة، لأنه في كتير كلام عن تسوية، على الرغم من خلينا نكون واضحين من استمرار علنا على الأقل تمسك الثنائي بسليمان الفرنجي، ولكن في كتير كلام عن تسوية بالكواليس، ومعروف بأنه قطر يلي استقبلت رئيس التيار جبران باسيل من جمعتين هي كان عندها مسعى واضح باتجاه قائد الجيش. فهل إذا كان عنوان التسوية المقبلة هو قائد الجيش جوزيف عون بتضلوا أنتم معارضين؟ بنضل نحن معارضين بكل يعني بكل نفس إيجابي، وآخر شيء إذا في حدا قادر يوصل ويعمل كان به، بس نحن عنا قناعة إنه هذه التركيبة وهذا شو يعني هذه الطريقة بالانتخاب وبموضوع قيادة الجيش منا مقبولة، وواقفين يعني حنكون بالمعارضة لا أكثر ولا أقل. قصدك شو يعني الطريقة بالانتخاب بقيادة الجيش؟ يعني انه كل مرة بيجي قائد جيش بصفي قاعد هو عم يتسوق تيعمل رئيس جمهورية، مرة اثنين ثلاثة، مش من زمان كان في ميشيل سليمان ما وافقتوا على ميشيل سليمان كمان كان تسوية عنوان تسوية على سوعيني توافقنا وما كانت ناجحة تنجع من عيدها هي ذاتها. طيب تقريبا خلصت حلقتنا، بس كنت بدي أقول أنه اليوم البطرك الراعي دعا إلى مؤتمر دولي حول لبنان، جدد هذه الدعوة، هو كان صار له فترة عم يدعي، بس ولكن اليوم كان في لقاء الهوية والسيادة في بكركة، ودعا إلى مؤتمر دولي وقال لمعالجة الأزمة الحقيقية اللي عم بيعيشها لبنان. أنتوا
يعني أنتم كانت علاقتكم جيدة مع البطرك الراعي، بس شو موقفكم من مسألة المؤتمر الدولي حول لبنان؟ لكن احنا كذا مرة يعني إن كان مؤتمر الدولي للبنان هو إعلان فشل الطبقة السياسية كلها سوا أنه على الاتفاق على شو اسمه على تسوية بين بعضها. وقت يصير في مؤتمر دولي أكيد في أمور بدها تنفرض على هذا الفريق ولا على ذاك الفريق. اليوم نحن بنرجع منقول عنا فرصة نحكي مع بعضنا، في مشكلة بالنظام، أكيد في مشكلة بالنظام. اليوم نحن على شو بدنا نحكي؟ بدنا نركز على موضوع رئاسة الجمهورية ولا بدنا نربط الأمور ببعضها؟ إذا بدنا نربط الأمور ببعضها كثير، يعني نحن رايحين على فترة طويلة من اللا استقرار ومن الفراغ ومن التدهور، لأنه ما في قرار بالبلد، لا في رئيس جمهورية وحكومة. نعم. مثل ما عم تشتغل حكومة بتراء عم تشتغل ومجلس نواب معطل بقى. مزبوط. اليوم مزبوط أنه عم تحضروا قانون للمركزية، هذا دائما نحن مطلبنا، يعني كان لمركزية إيه بس عم تحضروا قانون. هو في قانون، هلو في قانون كان قدم الوزير زياد بارود. هلا بس انتوا عم تشتغلوا على قانون؟ نحن عم نشتغل على موضوع اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، أكيد عم نشتغل عليه على تفاصيل صغيرة على كيفية تطبيقه مشان إعادة طرحه، لأنه إيه عنا قناعة يعني عم تشتغلوا عليه إنه تفاصيل صغيرة. قصدك بالموضوع بموضوع اللامركزية الإدارية، موضوع المالي أكيد، وكيف ممكن يتطبق وكيف ممكن يعني يكون عملي اخر شيء، مش انه شعارات، لا بدنا اياه نحن. الى اي مدى الكلام عن انه جبران باسيل طرح على الحزب اقرار اللامركزيه الاداريه والماليه الموسعه وما بكون عنده مشكله بالذهاب لانتخاب سليم الفرنجيه؟ وقانون كيفيه اداره اصول الدوله. ايه وحكى عنه يمكن كمان بأحدى المقابلات، وقال انه والله اذا هول اثنين بيخدون سلف ممكن كتير ساعات اروح. ايه بس هو لا بس هو بعتهم بشكل يعني مش بس بالمقابلات، هو يعني صارت على الاعلام، ما بعرف اذا بعتهم بالمباشر ولا لا، بس عم اقول لك انه كان في حكي انه موضوع اللامركزيه الاداريه والماليه الموسعه وقانون كيفيه اداره اصول الدوله بالفتره انا اذا بيعطوني يعني اذا يعني هو اللي بيروح على سليمان الفرنجي وبترك للوزير باسيل هو يعلن اذا وصله ولا ما وصله. بس انت عم تقول انه مزبوط انه هو للخطوتين في حال اقرارهم، هول الخطوتين منهم هينين ابدا ابدا ابدا، واقرارهم سلف مش انه مش بعد الرئيس، مش بعد الانتخاب. لا. قبل الانتخاب تنزلوا ساعتها على المجلس، مش رح يصيروا هول لا برئيس ولا بلا رئيس، بس ان شاء الله بيصيروا تطبيق اتفاق الطائف اللامركزيه، مع انه في مشكل على قصه اذا ماليه ولا مش ماليه. ما في شيء، لحظه بعرف انه ما في لامركزيه اداريه من دون ماليه، بس لحظه انه بفهم واحد بس في فرق. بالتسعين فهمت، بالتسعين كان واحد عم بيقول لك لامركزيه اداريه، لكن في انترنت ولكن في كمبيوتر، اول الكمبيوتر كان بعده ببدائي. اليوم تيجي بتقولي له ولا مركزيه اداريه عن جد انه بيضحك عليك، لانه اليوم على التليفون مفروض بدوله بتحترم حالها مفروض تكون تقدر تعملي كل شيء. بقى اللامركزيه المضبوطه اللي واحد مفروض يحكي عنها، ما في قضاء مثل قضاء المتن بال 2018 بيدفع 144 مليون دولار ضرائب للدولة بشكله 38% قضاء المتن الشمالي، ايه ومن تاني مالي منك قادرة تزفتي جورتين، لا ضخيمة صارت. شكرا لك النائب السابق ايدي معلوف، اهلا وسهلا فيك. شكرا مشاهدين على المتابعة، الى اللقاء.